في محافظة هي البوابة الشرقية لليمن، وثاني أكبر المحافظات من حيث المساحة، يأتي معظم الزائرين اليمنيين من مختلف المدن بهدف السياحة والتنفيس والتنزه والترفيه. منذ سنوات تستقبل المهرة أعداداً من الأسر النازحة التي أجبرتها الحرب على قطع مسافات طويلة بحثاً عن مكان آمن ولقمة عيش يطفئون بها حرقة الجوع. كثيرة هي قصص النزوح والتشرد لمئات الأسر التي قدمت من محافظتي تعز والحديدة اللتين تشهدان حرباً وأوضاعاً إنسانية صعبة. تعامل المهريين بالتقاليد والأعراف المهرية لفض النزاعات فيما بين قد يساعد اليمنيين في حل الخلافات ببلد يمزقه الحرب على أمل إيقافها، فالممارسات المهرية بالتوسط قد تنجح في وضع حد للصراعات، لكن يبدو أن المراقبين لا يهتمون بذلك، بل تتركز الجهود على تجارب خارجية قد لا تناسب الحالة اليمنية.